مساء الخير. اليوم عم نصور عن بعد، مش بسبب الكورونا ولكن بسبب انه بدي تشوفوني كل جسدي يظهر. انا عادة بنصور بس من هيدي المنطقة من الخصر وطلوع. اليوم مغيرين الكادر، ليه؟ لانه رح يكون في حركات تمثيلية بطريقة الجلوس قدامكم، لأنه صدقوني طريقة المشي، طريقة الجلوس، طريقة النظر، طريقة الكلام، كل عناصر بلغة الجسد هي عناصر جذب للطرف الآخر. وإنك تجذب الطرف الآخر شو يعني؟ يعني تخليه يعجب بك، يعني من بعد الإعجاب ممكن إنه يحبك إذا عم نحكي من الناحية العاطفية، ولكن أيضا الإعجاب قد يكون إنك تفرض حضورك بالمجتمع اللي أنت فيه، حتى إذا ما كان لسبب علاقات عاطفية. وهيدا الشيء يعتمد على الذكاء العاطفي، مثل ما قلنا القدرة على التأثير، وبالتالي الذكاء العاطفي هو ولغة الجسد عنصر واحد متكامل. أول سر هو إنك مثل ما شايفين كيف قاعدة، إنك ليه عم نحكي امرأة. للأسف لغة الجسد كتير أشخاص بيعملوا عنا كورسات وحلقات، ولكن 99% من الكورسز ومن خاصة الأشياء اللي بتتعلق بطريقة الجلوس بيحكوا للرجل وللمرأة بنفس المنهجية. ليه؟ لأنه بهالنقطة تحديدا، واللي هي أول نقطة، هي في فرق شاسع بين الرجل وبين الامرأة. كيف يعني؟ يعني إذا امرأة لازم يكون ظهرك مستقيم بهاي الطريقة مش منحني أولا. ثانيا الطريقة المثالية للجلوس، خاصة إذا مجتمع رسمي وغريب وزيارة رسمية أو زيارة عمل، فهي نفس الطريقة اللي أنا قاعدة فيها حاليا، واللي هي تحطي إجرك اليمنى فوق رجلك اليسرى وليس العكس، لأنه الإجر اليسرى فوق الرجل اليمنى بدل أنه أنت شخصية عاطفية ومندفعة وعواطفك تغلب على تفكيرك. بينما لما نحط سواء كنا رجال أو نساء، لأنه أيضا مسموح أنه الرجل أن يضع الرجل فوق رجل، منه شيء غلط أبدا، ولكن عم نحكي الطرق المثالية وخاصة بهيدي الطريقة للنساء، خاصة لما تكون لابسة لباس مثل فستان أو إشياء ممكن فضفاضة ما تقدر تجلس فيها بطريقة اللي بيكون لابس فيها تياب رياضة. وأنا اليوم لبست تياب رياضة لأنه رح مثل دور المرأة والرجل. فالطريقة المثالية للمرأة مثل ما شايفة، قاعدة ظهر مستقيم وإجر يمنى فوق الرجل اليسرى، الإجر اليمنى فوق الإجر اليسرى، يعني أنت شخصية منطقية واقعية، وأيضا تمتلكين شخصية قوية، وما حدا بيقدر يلعب بمشاعرك أو بعواطفك، يعني العقل عندك يغلب على العاطفة. أيضا الرجل، رح نحكي بالنقطة الثانية عن هيدي الموضوع، أي موضوع رجل فوق رجل، ولكن الرجل بالنقطة الأولى واللي هي طريقة الجلوس، فيحبس إنك تجلس بهيدي الطريقة، يعني لا يكون المسافة بين القدم اليمنى والقدم اليسرى كتير متباعدة، يعني قاعد إجر بالشرق وإجر بالغرب مثل ما البعض بيغلطوا. هيدا الشيء كتير غلط وبحذر منه، كتير الرجال بيرتكبوا هيدا الخطأ. ولا إنه تكون قاعد ومن زاوية وآخد زاوية ومنكمش على نفسك وكتير مقرب، هيدا أيضا غلط، حتى للنساء غلط. هون إذا حابين تقعدوا سواء نساء أو رجال بهيدي الطريقة، فيفضل مثل ما قلنا ظهر مستقيم أيضا، والإجر شوي مسافة مثل ما ملاحظين، منا المسافة كتير كبيرة ولا إني لازة كتير إجري على بعض، يعني تقريبا هيدي هو حجم المسافة، متوسط وقليل نوعا ما. باقي النقاط هن مشتركين للنساء وللرجال في آن معا، هي التكتف. التكتف أكبر خطأ ممكن يرتكبه الرجل أو المرأة بلغة جسدهم، يعني أي إنسان بتكون قاعد معه كان مكتف بهيدي الطريقة، هيدا الشيء كتير غلط. ليه؟ ما تتكتف، وحذاري إنك تتكتف لما تكون قاعد بأي جلسة، سواء مع بجلسة خاصة أو جلسة رسمية. ليه؟ لأنه التكتف هو بدل إنك آخذ ديفنس أو وضعية دفاعية، يعني أنت حاطت حدود
حامي جسدك بهيدي الطريقة، وبالتالي حاطط جدار بينك وبين الشخص التاني. ليه حاطط هالجدار؟ إما لأنك مش مرتاح له، هيدا بينقل أيضا عدم الارتياح للطرف الآخر، أو إنك مخبي شي عنه، أو إنك أيضا مش واثق من نفسك ومش حابب تكشف كل جسمك قدامه. النقطة الرابعة الغلط أيضا واللي مش لازم أي إنسان يعملها هي هز الأطراف. هيدي أسوأ عادة وأنا شخصيا ما بحبها أبدا، وهي أصلا أي إنسان ما بحبها سواء أنا أو أي شخص تاني، واللي هي إنك تكون قاعد مع شخص ويصير يعمل بإجره بهيدي الطريقة، أو أنت تعمل بإجرك بأطرافك، خاصة بالإيدين. في واحد مثلا بتلاقيه عم يلعب بمسبحة أو بمفتاح، هيدي الحركة كتير غلط، إنه بيمسكوا أي شيء بإيدهم بيصيروا يعملوا هيك أو يهزوا، هيدي كتير غلط بلغة الجسد لما تكون قاعد مع شخص وبحذر منها. وأيضا اللي بيصيروا يعملوا هيك بإجرهم أو يهزوا هيك بإجرهم، ليه؟ لأن هيدا دليل، هيدا الهز بأحد الأطراف سواء اليدين أو القدمين بدل إنك شخص عصبي ومتوتر وبالتالي ضعيف الشخصية، وهالضعف الشخصية رح يوصل للشخص اللي أنت عم تحكي معه، وبالتالي هو عامل نفور وليس عامل جذب، فحذاري أن تقوم بهذه الحركة. الحركة الخامسة غير لائقة وبحذر خاصة الرجال، لأنه خاصة الرجال بيرتكبوا هيدا الخطأ أكتر من النساء، ألا وهو اللي بنقعد وهيك بهالطريقة، يعني إجرك بالعرض صار يعني قفل حذاء بوجه الشخص اللي عم تحكي معه، حتى إذا ما كان بوجه الشخص اللي عم تحكي معه، حتى إذا عملته هيك، يعني حتى إذا كان الشخص قاعد هون وإنت عملته هيك وما في حدا هون كمان غلط، يعني سواء اليمنى على اليسرى هيك غلط، وسواء العكس أيضا غلط. يعني هيدي القعدة هيك خاصة بشوف كتير رجال بيغلطوا فيها، إنه بيقعدوا بهالطريقة وبيصيروا يعملوا هيك، وأوقات بلا ما يهزوا بيكونوا قاعدين هيك، هيدي كتير غلط ومش ثقة. في ناس بيفكروا إنه هاي ثقة، لا هاي مش ثقة، هيدا دليل إنك شخصية سوقية وعندك القليل من أو الكثير من الاستهتار، ومن الممكن النرجسية والغرور أيضا. فعلى كل الأحوال هي حركة منفرة وبحذر خاصة الرجال من استعمالها. الخطأ السادس اللي بحذر منه هو شائع عند الرجال والنساء، ولكن أيضا خاصة عند الرجال، ألا وهو وضع اليدين بالجيوب. يعني بتحب يحط، بتلاقيه قاعد حاطط إيديه بجيابه الاثنين وقاعد يعني بالجلسة، وهيدا الشيء غلط. لا، لأنه مثل ما حكينا على قصة التكتف، إنه هو إخفاء لمشاعر ودفاع ووضع جدار ووضع حدود، يعني كأنك عم بتخبي عنه شيء للشخص، هيدي هيك تفسيرها بلغة الجسد. النقطة السابعة، مثل ما حكينا تشابك اليدين أو تخبيتهم ورا ظهرنا أو بجيابنا هي غلط، أيضا تشابك القدمين غلط، أو نرجعهم لورا بهالطريقة فوق بعضهم البعض نشبكهم، هاي أيضا خطأ مش مستحبة لا للنساء ولا للرجال. ولا حتى إذا كنت يعني إذا كنت امرأة أو لابسة لباس مثلا شوي مش مريح، فبفضل مثل ما قلت بالبداية إنك تحطي رجل فوق رجل على إنك تقعدي ومنكمشي على حالك بهيدي الطريقة وشابك إجريك، هيدا الشي غلط. ولا إنه أيضا ناخد رياحتنا للماكسيموم ونروح ونفرض حالنا هيك بهالطريقة وناخد مساحة كتير كبيرة وهيك نرتخي نرخيها مثل ما بيقولوا ونقعد بهيدي الطريقة، هاي شو بتدل؟ هاي بتدل إنه أنت مش قاري الناس اللي قاعد معهم، يعني مستهتر فيهم، أنتوا بمكان وأنا أخذ ريحتي وبمكان تاني، يعني أنا مش معبركن أو ربما مستعلي عليكن. هيدي أيضا تقريبا إلى نفس التفسير لحركة الإجر اللي شرحنا عنها بالخطوة الرابعة. النقطة الثامنة هي الحركة اللي أنا عملتها حاليا، مثل ما ملاحظين
الكف مفتوح والأصابع فوق بعضها. هيدي الحركة كتير مهمة تعملوها، ليه؟ بتعطيكم مظهر ثقة أكتر، يعني أنتوا ناس واثقين من نفسكم وعارفين حالكم شو عم تحكوا. يعني عادة الأشخاص المؤثرين بيستعملوا هيدي الحركة كتير، وبتلاحظوا إنكم بتصيروا يعني عم تتأثروا بكلامهم أو عم بتصدقون أكتر من لما يكونوا قاعدين مثلا مكتفين أو مخبيين إيديهم، مثل النقاط اللي شرحناها فوق واللي قلنا ممنوع تعملوها. إذن الكف المفتوحة هيدي الحركة كتير مهمة أيضا تستعملوها، خاصة عند الكلام، تعطيكم مظهر ثقة وجاذبية كتير كبيرة. ملاحظة صغيرة بنهاية الفيديو، هالحركات اللي ذكرناها فوق والأخطاء اللي قلنا عنها، يعني إذا الشخص عاملها مرة مش دايما بتكون دليل على الصفات اللي حكينا عنها، ولكن إذا تكررت كتير وزيادة عن اللزوم، وأيضا ترافقت مع حركات تانية رح نشرح عنها مثل النظرات والكلام والصوت، هيدي السلسلة كلها مترابطة ببعضها. ولكن اليوم حبينا نبدأ كي نتكلم عن الجلوس كأول سلسلة من لغة الجسد. بتمنى تكون وصلت المعلومة واستفدتوا. أنا بشوفكم بفيديو تاني، وإلى اللقاء.